مهما حاولوا يركعوك تفضلي دايما قوية يا بلدنا يا بهرنا. بنحبك يا مصر، جيشك الجرار حميك، شعبك الجبار فديكي، ما يقدرش ابدا عليكي، قولوا يلا يا مصر وين. بنحبك يا مصر، مصر يا ما يا بنت ابوكي، مهما حاولوا يركعوكي تفضلي دايما قوية يا بلدنا يا بهية. بنحبك يا مصر، جيشك الجرار حميكي، شعبك الجبار فديكي، ما يقدرش ابدا عليكي، قولوا يلا. يا مصراوية، أبدأ معاكم وأقول كل عام وانتم بخير. هو ده عيد ولا احتفال ولا إيه؟ دايما بطلع معاكم وأنا قاعد، لكن النهاردة لازم أقف، وقف عشان الراجل المحترم ده. الراجل ده فعلا كان عامل وسبب رئيسي في ان خريطة العالم كلها تتغير. الراجل ده شال كفنه يوم 30/6. تتفق معاه او تختلف، يمكن ساعتها ما كناش واخدين بالنا يعني ايه 30 يونيو، لكن الحقيقة والله وانتم عارفين عني ما بعرفش اكذب وما بعرفش اطبل، كل حاجة بدرسها وبتعلمها كويس عشان احكيها لكم واقول لكم الحقيقة. يتفق معايا من يتفق ويختلف معايا من يختلف، وارجع واقول، أرفع إيدي وأقول لكل الآراء مرحبا بكم، بس الراجل ده يا جماعة سبب رئيسي لتغيير وتعمير مصر. تحية مننا، من ولادك، من إخواتك، من أهلك وناسك، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية افتخار واحترام وإجلال. احنا بنحمد ربنا ان ربنا بيحفظ مصر وبيبعت لها رجالة يكونوا سبب في حمايتها الى يوم القيامة. لما تيجي تقرا هتفهم كلامي، انا بقول كلام متأصل ومكتوب. الراجل ده غير التاريخ، الراجل ده كان سبب رئيسي في وقوف كل المهازل. ما كناش عارفين نمشي في الشارع، ما كناش لاقيين الأنبوبة، المرور بيتعطل بالساعات، الطرق متبهدلة، تمشي في طريق ممكن حد يثبتك، مش آمن، مش مطمئن، محدش كان عاجبه الحال. جه المحترم المبجل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وساعتها، وسامحوني في اللفظ ده وفي الجملة دي، أنا واحد من الناس ما كنتش فاهم، كنت فاهم الموضوع بطريقة تانية، في ناس صعب عليها الموضوع وكانت فاهمة إن ده شيء مش مرغوب فيه، حدش كان فاهم الموضوع، لكن دول كانوا قاعدين في الغرف المغلقة بيسمعوا الإخوان وهم بيخونوا مصر، بيخونوا بلدهم. إزاي تبقى بتصلي وبتخون شعبك؟ إزاي تبقى بتصلي وبتسجد لرب العالمين وبتخون أهلك وناسك؟ اوعى تفتكروا ان الموضوع كده،
ولا كان الموضوع جاي كده غتاتة ولا سلطة، ده كان موضوع بيسبقه مواضيع. الغرف حوت أسرار ومكالمات مش أنا ولا أنت اللي هنعرفها، التاريخ اللي هيجي يوم من الأيام يكتبها ويبينها، اللي هيجي على مصر وشعبها ما ينفعش، اللي هيجي مع مصر وشعبها هينفع. وعشان كده الراجل ده بيخدر ويعمر. كل عام وحضراتكم بخير. فعلا أنا واحد من الناس عرفت الحقيقة وفهمتها بس متأخر. مش هطول على حضراتكم واطلع فاصل وارجع على حضراتكم، وتعظيم سلام للرجل المحترم ده. ورجعت لحضراتكم تاني واقول لكم حقيقة من الحقائق اللي الناس كتير ما تعرفهاش. طيب معانا قبل ما احكي لحضراتكم، في حد بقى محترم، سيادة اللواء عصام العمدة معانا على الهوا، وده شرف لينا في برنامج ضد الفوضى، عضو لجنة الامن القومي بمجلس النواب. الو، السلام عليكم فندم. اهلا وسهلا يا سياده اللواء. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، منور الدنيا يا سياده النايب. الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك فيك. انا سعيد ان حضرتك معايا على الهوا، والساده المشاهدين طبعا ومصر كلها. انا عايز اعرف من حضرتك بعد تحيه 30 يونيو، حضرتك كنت في الخدمه، ماذا تعبر هذه اللحظه في تاريخ الداخليه المصريه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول وده فضل الله علينا وفضل الله على مصر كلها. ثورة 30 يونيو دي ثورة شعب على جماعة كانت عاوزة تخطف فعلا البلد ومؤسساتها كلها، حتى الداخلية للأسف، ومؤسسات كتير الدولة كانت عاوزة تخطفها جماعات الإخوان وتودينا المنحنى خطير جدا يعني. والحمد لله فضل الله علينا إن الجيش المصري وبقيادة في وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يديله الصحة اتحدى تدخلات دولية كثيرة، وقدر بان هو يودينا الحمد لله للي احنا شايفينه من حاجات كثيرة، ثورة حقيقية وكل حاجة. الحمد لله الحمد لله في مجالات عدة، المباني والعاصمة الإدارية وحاجات كتيرة ومصانع كتيرة بتتعمل إن شاء الله الخير قادم لمصر. والحمد لله ربنا كرمنا بالسيد الرئيس وبالثورة، هذه الثورة المجيدة يعني، الحمد لله فضل الله علينا الحمد لله. ماذا تعني 30 يونيو في حياة اللواء النائب عصام العمدة، وماذا تعني لمصر؟ هو الداخلية والجيش برضو ده قدم. لا انا بتكلم عن الداخلية عشان حضرتك معايا. الجيش يعني انا اسف طبعا، انا بتكلم عشان حضرتك كنت في ساعتها ما شاء الله كنت في الخدمة، فالامر بالنسبة لك كان يعني شيء. ما هو كان في رباط الداخلية والجيش كان ايد واحدة وفي مركب واحد وناس كتيرة، ويعني هو ما كانوش سايبين حد، بس الداخلية والجيش برضو كانوا هما اللي في المواجهة. كان في مواجهه عنيفه جدا، مواجهه انت عارف حضرتك كانت في سينا ارواح كثيره وفي القاهره وفي جميع المحافظات، حتى الاخوه الاقباط برضو ما برضو كانوا في مواجهه عنيفه جدا يعني. هم كانوا عاوزين ينتقموا من الشعب المصري كله بجميع طوائفه، ومن الحمد لله يعني وزاره الداخليه برضو اتعمل شغل كويس، والامان اللي احنا فيه الحمد لله الامان يعني ده فضل الله علينا ان احنا قدرنا، او وزاره الداخليه قدرت تستحمل الضربات الموجعة اللي كانت بتعملها لها في حاجات كتيرة في أوقات كتيرة وأوقات مختلفة في جميع المجالات. للأسف كان كل دقيقة والتانية يعملوا حادثة في مكان معين ويستهدفوا ضباط، يستهدفوا ضباط الأمن الوطني، يستهدفوا ضباط ممكن ما تبقى
بقاش ليها نزلت تأدي دورها، أمناء شرطة كان بتتضرب، ضباط بتتضرب، وبرضه في سيناء برضه كان في يعني عارف حضرتك عاوز كان يربك الدولة المصرية، بس الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كرمنا ب 30 يونيو عشان حضرتك نصل إلى ما في ما نحن فيه من أمان وفضل من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله يعني. سيادة اللواء النايب عصام العمدة، في اللحظة التاريخية بتاع 30 يونيو في ناس كتير جدا اختلفت وناس كتير جدا اتفقت. حضرتك في هذه اللحظة كنت شايف المصريين مختلفين اختلاف كان ممكن يؤدي إلى 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 مصائب؟ حضرتك ما فيش حاجه اسمها اختلاف يعني الناس لا يعني في ناس كانت في هذه اللحظه في ناس مش فاهمه مش قادره تستوعب الناس الاسوياء يعني معلش الناس الاسوياء لازم تبقى كانت مع الثوره لان هي يعني معلش احنا 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 معلش يعني احنا كنا لو بصينا في جميع الدول المحيطه بينا اللي اتعمل قال لك الربيع العربي مش ربيع عربي طب الربيع العربي ودى الناس فين يعني لا ليبيا بقت ليبيا ولا السودان بقت السودان ولا تونس بقت تونس زي ما هي وبلاد كتيره كان هو المقصد منه تفكيك الدول مش هو للاسف هو الناس الاسوياء الناس اللي بتفكر معلش يعني انت ما هو للاسف هم كانوا بيلعبوا على المشاعر وقصه صحيح ان احنا فصيل ومش عارف ايه طب ما وصلوا للحكم وفي الاخر عملوا ايه؟ كانوا عاوزين ياخدوا الدولة لمنحنى، عاوزين يتبرعوا بسينا لحاجات تانية لمصالح تانية، عاوزين مش عارف يعملوا ياخدونا ناحية إيران وتركيا والقصص اللي حضرتك عارفها والناس كلها عارفاها، قوم الحمد لله طيب بفضل الله علينا أنا طبعاً يعني السيد الرئيس يعني أعاد بناء الدولة المصرية خلال 7 سنين من حكمه الحمد لله تنمية شاملة في جميع المجالات والحمد لله الحمد لله الحمد لله ادخلوا مصر ان شاء الله امنين يا سياده اللواء ودي ايه من ايات ربنا يعني معجزه من معجزات ربنا طبعا 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 انا اظن ان ربنا سبحانه وتعالى قد بعث او قد يعني ارسل الينا هذا الرجل المحترم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان ترجع مصر تاني من جديد تعيد كتابه التاريخ في العالم هي لحظة فارقة، لحظة فارقة جدا انك انت كراجل تبقى مسؤول عن دولة وتاخد قرار بهذا الشأن ربنا يديله الصحة والله ما هو مجاملة اقسم بالله العظيم يعني ممكن تبقى ناس تانية تخاف انها تاخد قرار في هذا الوقت صحيح. لكن هو خذ القرار على مسؤوليته وعلى مسؤولية الناس اللي معاه ونحاز للشعب ونحاز للمواطن الغلبان اللي هو بيبص لقدام وربنا كرمنا بيه وفضل الله علينا ان احنا يعني في استقرار واستقرار ده فضل التنميه دي ما بتتمش غير باستقرار امني واستقرار في جميع الجهات وعندك جيش قوي الحمد لله بنقدر نوصل اللي احنا عاوزينه ورسائل معينه في كل الاتجاهات يعني الحمد لله الحمد لله هذا فضل الله علينا يعني طيب. الحمد لله وانت حضرتك معايا كده يا سياده اللواء حضرتك طبعا نايب عن صعيد مصر وده فخر الصعيد يعني الصعيد النهارده دخلت فيه حياه كريمه مبادره سياده الرئيس شايف حضرتك وانت حضرتك نائب البرلمان بدون مجامله الخطه مشيت عندنا لغايه فين؟ احنا للاسف في عندنا بعض الايادي المرتعشه اللي ما بتنفذش قرارات السيد الرئيس هو السيد الرئيس ربنا يديه الصحه ممكن يبقى بي 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 يعني بيناشد الجميع وبيناشد القيادات اللي بتنفذ على الارض معلش اختلف معلش سامحني يا سياده النائب اختلف مع سعادتك الرئيس لا يناشد الرئيس يامر يعني كتر خيره مش هيبقى في جميع الاتجاهات، المهم ان احنا برضو احنا بنتمنى ان القيادات والناس اللي بتنفذ على الارض ما هو سعادتك يا سياده النايب رقيب على هؤلاء بصفتك النيابيه، هؤلاء يتم على طول كتابه تقارير فيهم للرئاسه لان لازم تنضبط الامور ما يبقاش الرئيس شقيان وتعبان وبيعمل وبيبني وتيجي يعني مسؤولين مش قادره تساعد الدوله
للاسف للاسف فعلا. طيب انا يعني انا يعني بوجه عنايه حضرتك وحضرتك نائب البرلمان واحنا بنسعد بحضرتك، انا محتاج ان يبقى فيه يعني رسائل قوية للشعب المصري ان فعلا يعني زي ما قال في مبادرة حياة كريمة وصول المرافق وصول يبقى زي ما قال سيادة الرئيس النهاردة، يمكن حضرتك لو سمعت سيادة الرئيس قال ايه، يطلع يطلع ولادنا يشوفوا بيوتهم جميلة. اه فعلا فعلا والله أمية ربنا سبحانه وتعالى. عارف انا بقول لحضرتك حياة كريمة دي اللي بنمسح على دماغ الناس الغلابة الطيبة، الغلابة اهلنا في الصعيد بالذات، نقول لهم ان الدوله مش ناسياكم، الدوله معاكم والرئيس معاكم والحكومه معاكم. نرجو من الله سبحانه وتعالى الكيانات اللي بتبقى بتسمع وتنفذ التعليمات تنفذها بقوه وبنفس القوه ان شاء الله. ان شاء الله يحصل بوجود حضرتك والناس المحترمه ان شاء الله. طيب قبل ما اختم مع حضرتك المكالمه، معلش سامحني يعني خليك معايا كده، انا جات لي شكوى ان في نقص في اللقاحات بأزمة كورونا يعني في الصعيد، هل هذا الكلام حقيقي؟ ولو فيه طب حضرتك تبين لنا الأزمة وتم حلها ولا لا؟ بص حضرتك، هو المشكلة عندنا إن الدول بعض الدول العربية بتعترف ما بتعترفش باللقاح الصيني، مع إن اللقاح الصيني الموجود محترم وكويس جدا. الناس اللي بتسافر بره هم بعض الدول العربية لازم تعترف بلقاح معين. العاملين بالخارج يعني العاملين بالخارج. بالظبط كده حضرتك، بالظبط كده. للأسف أغلبية الناس، وأنا حتى كلمت السيد المحافظ مرتين في هذا الشأن، وكلمنا السيد وكيل وزارة الصحة في أسيوط، وقال إن في نقص فعلا في العقار ده، العقار الإنجليزي بالذات تحديدا يعني المعترف به في الخارج. طب وليه يعني طبعا ده بعد اذن حضرتك وانا ما بحبش اعدل على الضيف اللي معايا وانت اخويا طبعا، ليه ما يتقدمش طلب احاطه للسيده وزيره الصحه ان يتم عمل مبادره مع الدول دي ان هي تعترف بهذه اللقاحات، لقاحات دوليه؟ انا قدمت فعلا بالفعل طلب احاطه للسيده وزيره الصحه لما يوفروا لنا اللقاح الانجليزي. ما كانش متوفر اللقاح الانجليزي ده او اللقاح المستورد اللي بتعترف به الدول العربيه، لناشد الدول العربيه انها تعترف باللقاح الصيني المتوفر عندنا. تمام، الموضوع ده متهيألي ده هيساعدنا اكتر يا ست لواء. يا ريت يا ريت يعني لحد من المسؤولين يبقى حاطط باعتباره ان يعرض هذه المشكله، لان انا عرضتها على السيد المحافظ والسيد وكيل وزاره الصحه كان معانا على التليفون. تم البت فيها يا ست لواء؟ تم البت فيها؟ يعني ربنا يسهل، احنا مصعدينها واتكلمنا في الوزاره عليها حضرتك، وربنا يسهل ان شاء الله فيها. انا يعني تشرفت بحضرتك وانت معايا على الهوا كده، ودايما بتبشرنا بالخير، ودايما المجتهد سياده اللواء النائب عصام العمده فخر الصعيد واخونا واهلنا وناسنا، ودايما في ظهرنا. ربنا يديك الصحه وبارك لنا في حضرتك، وان شاء الله ما يبقاش في ازمات وحضرتك نائب للصعيد باذن الله. ربنا يقدرك. شاكرين يا سياده اللواء، شاكرين. سياده النائب عصام العمده كان معانا عضو لجنه الامن القومي بالبرلمان المصري، اتكلمنا عن 30 يونيو واتكلمنا عن حياه كريمه وان المبادره قائمه وما زالت مستمره. يا ريت الاعداد يحضر لي سياده الاستاذ الدكتور عطيه لشين عشان محتاج اسمع منه حاجه كده في موضوع 30 يونيو. بصوا يا جماعه، يمكن انا واحد من الناس في لحظه 30 يونيو ما كنتش مستوعب الامر، عشان ما حدش يقول لي انت كنت مع 30 يونيو ولا كنت مع مش عارف مين. الحاجات اللي يعني كانت لحظه اختلاف عشان نبقى برضو يعني صرحاء مع المشاهد، في ناس ما كانش فاهمه الموضوع، وفي ناس كانت فاهمه ان 30 يونيو دي مثلا حاجه مش كويسه مثلا، وفي ناس تانية كانت فاهمه الموضوع وشايفه بعين ثاقبه، ودول كانوا اهل الدوله، الناس القائمين على العمل في الدوله، كان منهم سياده المشير عبد الفتاح السيسي ساعتها قبل ان يكون رئيس للجمهوريه. الموضوع يا جماعه كان فوق استيعاب البشر. طب النهارده كنت رئيس دوله مش عارف تلم ولادك حواليك، عندك مخالفات بتحكم عشان جماعه معينه، ما ينفعش تبقى رئيس،
مفيش حاجة اسمها رئيس لطائفة معينة، مفيش حاجة اسمها رئيس لجماعة معينة يبقى بقية المصريين دول يروحوا فين؟ ما ينفعش. ثانيا طبعا يمكن حضراتكم شفنا يعني ربنا يرحم الجميع عشان المسؤولية بتاع الرحمة دي هذه يملكها المولى لا أملكها أنا ولا غيري. في خيانات حصلت، في ناس كانت داخلة تسرق من الدولة، في ناس كانت حاسة ان الموضوع كبير عليها فكانت مش في مجال مش في منصب صحيح، يعني وزير ما ينفعش يبقى وزير، رئيس وزراء ما ينفعش يبقى رئيس وزراء، رئيس دولة ما ينفعش يبقى رئيس دولة. الدنيا كانت خربانة، مفيش أمن، مفيش استقرار، سرقة بالإكراه، بناتنا قلقانين عليهم في الشوارع، نقص بعض المرافق، نقص بعض المستلزمات والسلع، تضييق وانكسار والأمور كانت داخلة يعني. فلحظة 30 يونيو دي فعلا لحظة فارقة. يمكن النهاردة بقولها لكم فهمت 30 يونيو وعرفتها كويس. دكتور عطية لشين معانا على الهواء يا جماعة. ألو يا دكتور. نعم يا دكتورنا. نعم يا سيدي. ألو ممكن نعلي الصوت يا جماعة في الكنترول بس عشان أسمعه. دكتورنا دكتور عطية لشين. نعم يا سيدي معاك. منورنا يا دكتور. الله يكرمك ويعزك يا رب. حضرتك أنا طبعا بتشرف بحضرتك معايا في البرنامج وفي قناة الصحة والجمال، عايز أعرف ماذا تعني 30 يونيو بالنسبة للأفكار الهدامة والتي كانت ستأخذ مصر إلى منطقة غير ملائمة. بسم الله والحمد لله والسلام. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن هذه الثورة المباركة الموافقة 30 يونيو كانت بمثابة إنعام وهبة وتكرم من الله على بلدنا مصر الحبيبة. الحمد لله. وأنا أراها أنها ليست بتدبير بشر. نعم. بل بتدبير الله عز وجل. الله أكبر. إذ أن بلدنا الحبيبة كاد أن يذهب بها إلى الهاوية. سلم يا رب. وكاد أن تراق فيها الدماء. سلم يا رب. أقصد الدماء الأهلية. نعم. وأقصد الحرب الأهلية. سلم يا رب. وكأنها كانت على وشك أن تكون لبنان الأخرى أو أي بلد عربي آخر كليبيا مثلا ابتلي بهذا الأمر. نعم صح. فتدارك الله بعنايته وهدايته وتوفيقه بلدنا من أن يحصل فيها ذلك، وحقن فيها الدماء وحافظ فيها على الأرواح بهذه الثورة المباركة، وعادت البلد بعدها يدا واحدة منصهرة رعاياها في كتلة وفي بوتقة واحدة. الحمد لله الحمد لله. وأبعد الله عن بلدنا شبح بداية حرب أهلية كادت أن تأتي على الأخضر واليابس. صحيح. وهذا الأمر الذي أنقذ فيه مصر لم يكن إنقاذا لمصر وحدها، بل كان إنقاذا للعالم العربي والإسلامي كله، إذ أنه بتهاوي مصر
وبسقوطها عياذا بالله يتساقط العالم الإسلامي كله، فهي صمام أمن للإسلام وللمسلمين، صمام أمن لها أولا ولكل البلاد الإسلامية ثانيا. هذا ما أستطيع أن أقوله في وصف هذه الثورة المباركة والنتائج الإيجابية التي أخرجتنا من الموت إلى الحياة، صحيح، وأخرجتنا من النزاعات والاقتتالات والتشاحنات والانتماءات إلى عودتنا أسرة واحدة، أهل الزم أو أخواننا المسيحيون قبل المسلمين. نعم. عاد الجميع ملتئما في صف وطني واحد يحسدنا العالم عليه إلى الآن، الحمد لله، بفضل وبحول الله الواحد الديان، الحمد لله. وأرجو الله عز وجل أن يحفظ على مصر أمنها، وأن يحفظ عليها وحدتها، إذ أنه بسبب هذه الثورة المباركة أيضا انتقلنا من حالات التشدد والإرهاب والتطرف الذي كان بوقا ينفخ من خلاله للمقاتلات وللتصنيفات ولإدخال الجنة وللإخراج من النار، وكأن مفتاح الجنة والنار بيد بشر وليس بيد الله عز وجل. وعادت مصر الآن يسودها روح التسامح ويسودها روح الإسلام الوسطي المعتدل الذي أبعدت ثورة 30 يونيو شبح الإرهاب وشبح التطرف وما كاد سوف أن يترتب عليه من نتائج مميتة ومن نتائج كادت كما قلت أن تجعل القتال دائرا في بيت كل واحد منا. كاد القتال أن يدخل بيت كل واحد منا، صحيح، بسبب التطرف وبسبب الإرهاب. وأسوق لك أيها المستشار الإعلامي الكبير الحبيب، شكر لحضرتك، نتيجة لهذا التطرف والإرهاب كان الولد الشاب يأمر أباه بأن يطلق زوجه لأنه يرى أباه عياذا بالله على الكفر، ولا يجوز للكافر أن يمسك بعصم ولا يجوز للكافر أن تكون تحت قيادته وإمرته الزوجية امرأة مسلمة. ثم إنه قد ذهب بالبعض إلى أنه أي بعض الشباب يدخل البيت أسد هصور على الذي رباه وظل معه حتى جعله رجلا سويا يواجه مشاكل الحياة. ما كان جزاء هذا الذي فعل ذلك مع أبنائه إلا أن يدخل أحد الأبناء الذين سقوا ثم التطرف وشربوه إلى أن وصل إلى أعماقهم ومن أخمص أقدامهم إلى مفرق رؤوسهم، إذا رأى تلفزيونا مضاء يكاد أن يكسره وقد كسره بالفعل على رؤوس من فيه. فهل هذا شرع الله؟ لا طبعا. لا هل طبعا. هذا دين الله؟ لا طبعا. لا لا طبعا. هل هذه أخلاق المسلم؟ إذا كان الله أمرنا بالمجازلة بالحسنى مع غير المسلم، فما بالنا بالمسلم؟ فما بالنا بالمسلم إذا كان ولدا أو والدة يتنكر له؟ ألم يقرأ الحوار الذي دار بين إبراهيم خليل الرحمن النبي، نعم، وبين أبيه الكافر، صحيح، وهو لم يتخلى عن أبوته ولم يتبرأ من أبوة أبيه أبدا، صحيح، رغم أنهما على النقيض في العقيدة. وليقرأ
المستمع الكريم قول الله تعالى الوارد في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. صحيح. ورغم أن الوالد ظل على إصراره وعلى كفره وشركه، إلا أن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام في النهاية قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. يعني طبعا ولم يا يقل سيدنا أنا في الجنة وأنت في النار. كما يحصل نتيجة التطرف والإرهاب الذي كاد أن ينكد وأن يكدر علينا صفو حياتنا ومسرات أيامنا وملذات طيبات حياتنا. فالحقيقة نشكر الله الحمد لله ليلا ونهارا سرا وإعلانا إلى أن نموت على أن حفظ على مصر وحدتها وحقن دماء مصرنا العزيزة بسبب الثورة المباركة التي كانت بمثابة طوق نجاة من الله للأمة المصرية من أن تنزلق إلى هذه الهاوية وتتردى في هذه السحيقة الهموة السحيقة. فالشكر ثم الشكر ثم الشكر لله ثم الدعاء والتوفيق لمن كانوا سببا في ذلك بسبب توفيق وهداية الله. الحمد لله. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا وعن الإسلام وعن الدماء المحتقنة وعن الأرواح التي لم تهدر زورا وعدوانا وإفكا وبهتانا خير الجزاء. أمين. هذا والله أعلم، وبه الهداية ومنه التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما لا أملك إلا أن أقول متشكرين للدكتور عطية لاشين عضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف وأحد علماء الأزهر البارعين الموهوبين، ربنا يديله الصحة ويبارك لنا فيه. متشكرين الدكتور عطية لاشين على هذه الكلمة الجميلة المعبرة من أحد علماء المسلمين بالأزهر صاحب المنهج الوسطي الحنيف. أرجع لحضراتكم وأقول اللحظة كانت فارقة، بس النهاردة أنا واحد من الناس فهمت الحقيقة، أنا واحد من الناس عرفت الدين كويس. الدين مش تشدد، الدين مش تنطع، الدين ده يمكن الدكتور عطية يعني قال لنا سيدنا إبراهيم هو بيكلم والده ووالده كان كافر بيقول له يا أبتي، طب ما بالك بقى بحاجة تانية عن النبي صلى الله عليه وسلم لما راح زار اليهودي اللي كان بيؤذيه لما ما لقاش القمامة في يوم من الأيام. ده مدرسة، ده بيديك درس خطير، بيعرفك يعني ايه يكون جارك يهودي او مسيحي او تكون في جيرة او تكون في مكان واحد مع البشر. ربنا هو المطلع على القلوب، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسب العباد. خلي اخلاقك هي تعاملاتك، خلي الدين ما بينك وبين الله، لكم دينكم ولي دين. ما تخليش اختلافك مع بني وطنك يخليك تخش في خصومة. يا ريت الأستاذ لؤي، وكل سنة وحضرتك طيب يا لؤي، بمناسبة 30 يونيو النهاردة عيد ميلاد الأستاذ لؤي مدير الإعداد بالبرنامج بتاعنا ووافق ثورة 30 يونيو. كل سنة وحضرتك طيب. يا ريت بقى تدخل لنا المداخله. طيب معانا على الهوا. طيب انا معايا برضو يعني حاجه كده برضو بعد 30 يونيو كده نضحك شويه. يعني الراجل المحترم
الاستاذ، وكل كلنا يعني بنحترم بعضنا عشان ما حدش يقول لي هو مش استاذ، هو الحاج ابراهيم الطوخي، ده عامل ترند في مصر كلها، والجملي هو املي، ونشوف مع بعض كده الفيديو. هو املي والجمل جري مني، انا بتاع الغلابه والله يا باشا. يعني لو واحد عنده صداع يروح صداع عشان خاطر الطوخي. لا انت كده بقى بتقول حاجات مش علميه خالص. لا علميه والله. والله اللي رايح واللي جاي يا طوخي يا طوخي، لما تعاملنا طوخي. هو املي والجمل جري مني، انا بتاع الغلابه والله يا باشا. يعني لو واحد عنده صداع يروح صداع عشان خاطر الطوخي. الو الو يا حاج ابراهيم، منورنا. انت منورنا يا باشا، انت اللي منور، انت الترند، انت اخويا الكبير يا باشا، انت الترند دلوقتي في مصر كلها بتتكلم عليك، وانا بنحبك والله يا باشا. احبك الله. انا عايز اسال حضرتك سؤال، وحضرتك انا برضو من منطقه شعبيه، والناس كلها بتعشق الـ 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 المناطق الشعبيه بتاعتنا. انا من السيده زينب اساسا، احسن ناس واحسن ناس بالدنيا. الله يكرمك. انا عايز اسال حضرتك سؤال، وسؤال جوهري، وانا والله لا اقصد الا، انا معاك مش ضدك، انت اخويا الكبير. انت حضرتك بتاكل لقمه عيش حلال، انت اخويا الكبير وانا مسلمها لله وليك انت. الله يسترك. انا عايز اسال حضرتك سؤال، ازاي بنبيع السندوتش بخمسة جنيه؟ ممكن تقول لي؟ اقول لك يا باشا، انا بجيب حاجات على قدها، وناس غلابه وماشي ببركه ربنا. لكن حاجتنا سليمه الحمد لله. الحمد لله، وكل مساعه وطمين عنده ربنا بينجيني عشان مرات الغلابه. ربنا يرضيك يا حبيبي، ربنا يرضيك. اللي بيراضي الغلابه ربنا بيرضيه. ربنا اللي بيراضي الغلابه يا عم ابراهيم ربنا بيرضيه. ماشي بتاع عمي والله يا باشا. طيب انت ما تعرضتش لاي تنمر اليومين اللي فاتوا يا حاج ابراهيم؟ انا استويت، بس ربنا بينجيني عشان ما بقاليش حد يا باشا. انا فرحان ان انت معايا على الهوا. وانت اخويا الكبير وانا اشرف بيك. انت مشهور دلوقتي اكتر مني في مصر كلها. انا عرفت اسمك بريحت اول انت كلمتني. ده شرف ليا يا فندم، شرف ليا، شرف ليا. انا اخوك وكمك معايا يا باشا. احنا عاوزين حضرتك، ربنا يكرمك. وانا ملاحظ ان انت لابس جوانتي في ايدك، ده حاجه جميله. وانت اخويا الكبير وربنا. ربنا يوسع رزقك يا حبيبي، وانت معايا على الهوا، وان شاء الله نيجي. انت كبير وامرني باي حاجه نعملها. نيجي نصور معاك ان شاء الله عند المكان الجميل بتاعك دون. وان شاء الله ربنا يوسع رزقك ويكرمك، والجملي هو املي. والطوخي واحد بس. والجملي هو املي وانا التمساح. طيب ماشي يا عم، ماشي يا عم التمساح. انت حبيبي يا باشا. حبيبي يا حاج ابراهيم، منور الدنيا. متشكرين لحضرتك، وربنا يوسع رزقك يا حبيبي، ربنا يوسع رزقك. عم ابراهيم الطوخي، النهارده كل المواقع بتتكلم عليه، وكل الناس بيقول لك يعني عم ابراهيم الجملي هو املي. هو قال كلمه جميله قوي، يا ريت الناس تحسها، اللي بيراضي الغلابه ربنا بيكرمه. الراجل ده راجل على طبيعته، الراجل ده راجل مش بيمثل ومش محتاج يمثل، هو راجل بيعمل الاكل الجميل اللي شفتوه ده، وبيحاول يجتهد، وربنا يوسع رزقه، وسع رزق الناس كلها. بس هو قال جمله جميله فعلا، جمله دي لو كل واحد فينا التزم بيها ربنا هيعمر له بيته، وهيعمر له حياته، وهيكرمه ويبارك له في اولاده. ليه؟ الراجل الطيب ده ما تاجرش في المخدرات، الراجل ده بيعمل اكل للناس، وبيحاول يراعي ظروف الغلابه. ما هو لو اكله وحش كان اكيد الناس ما راحتلوش. ما هو لو اكله مش كويس كانت الناس سابته، مش هيبقى عليه بالتوابير كده. راجل طبيعي وراجل مصري من حي شعبي. مصر النهارده كلها بتتكلم على حاج ابراهيم الطوخي، الجملي هو املي، لانه على طبيعته. انا بشكره، كان معايا على الهوا في مداخله محترمه. انا بقول له ربنا يرزقك ووسع رزقك، وتحياتنا لاخواتنا واهلنا في الاحياء الشعبيه. انا من السيده زينب، وبفتخر ان من حي السيده زينب، حي مصر اصيل عبق التاريخ، بفتخر ان انا كنت في ميلادي مجاور لآل بيت رسول الله.
دي حاجة أنا بسعد بيها وبفتخر بيها، ولنا الشرف أننا كنا ولازلنا نجاور آل بيت رسول الله، والجمل هو أملي، والترند إبراهيم التوخي اللي بيقول وقال اللي يجبر خاطر الغلابة ربنا يكرمه، اتعلموها من الرجل الطيب ده، بيجبر خاطر الغلابة. ما هو الغلبان عايز ياكل، من حقه ياكل لحمة، ومن حقه ياكل كبدة، ومن حقه ياكل أكل زي البشوات ما بياكلوا يعني، ولا هو عشان العربية على قدها والدنيا ربنا يرزقه ووسع رزقه ويجعله في ظهر الغلابة زي ما هو قال، وربنا يجعل أكله طيب. ومتشكرين الحاج إبراهيم. أرجع لحضراتكم سريعا في خبر كده عجبني قوي، بتوجيهات من السيد الرئيس، يا ريت الأستاذ عمرو والأستاذ وليد ينزلوا لنا الخبر. الخبر ده مهم جدا، أنا شايفه من الأخبار المهمة طبعا. لا بعد تحية الرئيس بثورة 30 يونيو المجيدة، فعلا المجيدة، مجيدة مصر وأهل مصر. في قرار النهاردة من الرئيس عن الصين والسلع الصينية، يا ريت ينزل لنا كده يا جماعة. توجيه رئاسي، توجيه رئاسي، يا ريت ننزل يا جماعة التوجيه الرئاسي بتاع السلع الصينية. ألو يا جماعة، التوجيه الرئاسي منع دخول، في توجيه النهاردة صدر من سيادة الرئيس. التوجيه بيقول إيه بقى؟ التوجيه بيقول إيه؟ منع دخول المنتجات والبضائع الصينية رديئة الجودة. المسك هيخرب، ركزوا معايا، العتبة هتقع. ليه بقى؟ ما احنا عندنا أزمة خطيرة، أما حاجة بتتكسر يقول لك أصل دي صيني، يقول لك ما تشتريش العربية الصيني. خلي بالك، ركز معايا في اللي أنا هقوله عشان ده كلام مهم جدا. إيه التوجيه بقى؟ كل ما حاجة تبص يقول لك أصل دي صيني، كسرت دي صيني، صيني صيني، خدت الصناعة الصينية سمعة رديئة. حد فاهم حاجة؟ الحقيقة بقى اللي أنتوا ما تعرفوهاش، أو اللي كثير، عشان أنا ما ينفعش أقول ما تعرفوهاش، لا، في مننا يعرفها، لكن في كثير ما يعرفهاش. إيه بقى اللي ما نعرفوش؟ إن الصناعة الصينية من أجود الصناعات في العالم، بس إحنا للأسف عندنا تجار مصريين ما عندهمش ضمير. إزاي يا عم وائل؟ إزاي؟ أقول لحضرتك، يروح يقول له إيه، اعمل لي الموبايل ده أنا عايزه يتكلف 500 جنيه عشان هو بيعه ب 5000 جنيه أو ب 3000 جنيه. فهناك في الصين عندهم الإمكانية يعملوا لك أي منتج. خلي بالك بقى، هناك في صناعات تحت السلم، في صناعات فوق السلم، في صناعات في بير السلم. هناك عندهم مصانع في كل خندق، في كل حارة، في كل أي ورا أي باب تلاقي واحد قاعد بيصنع. لو حضراتكم اللي سافر الصين هيفهم الكلام اللي أنا بقوله دول. الصناعات هناك عاوز تعمل أي حاجة يعملها لك، أي حاجة يعملها لك بأي ماركة أنت عايزها. فإحنا عندنا تجار خائنين لهذه خائنين للبلد، سامحوني، عندهم خيانة. عارف ليه؟ أنا بعتبرها خيانة. النهاردة ده يسوى 10,000 جنيه، أنت تجيبهولي وتقولي ده بألفين جنيه، يبقى أكيد في حاجة غلط. إيه الغلط؟ المواصفات اللي معمول بيها مواصفات رديئة، فبيحدث إن الناس بتدخل سلع للأسف الشديد سلع صينية رديئة المستوى. ليه؟ لأن هناك تقدر تصنع أي حاجة، ملابس، يقول لك مثلا ايه، تلاقي مثلا، مش عايز اقول ماركات عشان احنا على الهوا ما تبقاش اعلان، ماركه كذا، ويحط لك على الفانيلا مثلا والبنطلون، يقول لك ايه دي مثلا براند كذا او كده، يعني عليها الايه، اللوجو المعظم بتاع السلعه، هو ضاربها، عاملها من امكانيات، عاملها من منتجات رديئه المستوى، من منتجات من تحت السلم، مش منتجات طبيعية، معمولة من القمامة، معمولة من تدوير القمامة، فبتطلع المنتجات رديئة المستوى.
تيجي تلبس الفانيلا مثلا او الشاكيت او البنطلون يحررك، ممكن يأذي جلدك كمان. ليه؟ اصله بتلاتة جنيه تنزل السوق باتنين ونص وتلاقي تسقيف اتنين ونص، وتعالى بص اي حاجة. والشعب المصري شعب بطبيعته طيب، فبيخش على السلعة يشتري باتنين ونص وتلاتة جنيه واربعة جنيه، ما عايز يفرح ولاده. للأسف في ناس برضو، طبعا مع احترامي لشعب مصر كله، في ناس يعني معيشتهم على قديهم، نفسهم يفرحوا ولادهم، فبيروح على السلع رديئة المستوى دي للأسف، وبتبقى سلع صينية بتبقى رديئة المستوى. أنا بشكر سيادة الرئيس الجميل اللي فعلا كل يوم عنده جديد، بشكر عبد الفتاح السيسي لأن عنده كل يوم جديد. شوفوا وركزوا، أزمة سد النهضة، قناة السويس، مشاكل، وبالرغم من ذلك يطلع توجيه رئاسي في النص كده وهو بيبني ويعمر، ممنوع دخول المنتجات الصينية رديئة المستوى. ده حاجة كويسة؟ اه حاجة كويسة. احنا بنحافظ على حضرتك يا مصر يا محترم. ده هيدعو الصناعة المصرية ان هي تطور من نفسها، اصل مش كله استيراد وخلاص، استورد بالرخيص واكسب يبقى انا راجل خاين، راجل ما عنديش ضمير ولا دين، والتاجر الخاين في النار. التاجر اللي يضحك على الناس يبقى راجل مش هيخش، يعني مش هقول بقى ما يخشش الجنة دي، عشان برضو ايه لسه الدكتور عطية كان معانا ما ينفعش اتكلم في الجنة والنار، بس هو هيحاسب، هيتحاسب، هيتحاسب على اللي بيعمله. دي سلعة، من غشنا فليس منا. بتغش ليه؟ قول والله السلعة دي مثلا بكذا، يعني رديئة مستواها ضعيف، ما تحاولش تضحك على الناس. فالتوجيه الرئاسي انا بشكر سيادة الرئيس على هذا التوجيه، فعلا توجيه جميل جدا، وفعلا ده هيؤدي بمصر الى التقدم. هتبقى السلع نظيفة، هنبقى عندنا انتاج، هنصدر، الصناعة هتزدهر المصرية، عندنا مصنعين هنا في مصر فائقين، بس السلعة بتطلع غالية شوية عشان هم مجتهدين. فاحنا عاوزين نشجع الصناعة المصرية، عاوزين نشجع ان حتى لو حاجة جات من بره استيراد تبقى حاجة محترمة، حاجة تبقى تشرف المستهلك المصري. ما ينفعش نجيب اي حاجة ونضحك على الناس، حاجة تتكسر في لحظة، اللعبة تقعد ساعة وتتكسر، نجيب غيرها، اللمبة تتحرق بعد نص ساعة، ده كلام ما يصحش، ده كلام ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى لو احنا عندنا الضمير. طبعا في برضو خبر جميل، بكرة ان شاء الله بمناسبة ثورة 30 يونيو يا جماعة، الحدائق العامة كلها أوبن بالمجان، يلا افرحوا يا مصريين. الحدائق العامة المصرية كلها غدا أوبن مفتوحة بالمجان، اللي عايز يتفسح ويخش الحدائق ومش هيدفع أي حاجة إن شاء الله، مفيش رسوم دخول حدائق بكرة. ده بمناسبة 30 يونيو اللي أنا بعتبرها عيد، لأن العيد هو اللي يفرح الناس، العيد هو اللي الناس حياتها بتتغير فيه، العيد اللي الناس بتسعد فيه، وفعلا إحنا سعدنا. ليه؟ ربنا نجانا، ربنا نجانا من التزمت والتنطع والتطرف والإرهاب، ربنا نجانا وحفظنا، ربنا نجانا وحفظنا. يا ريت نختم بالأغنية بتاعت محمد الحلو وأنا معاكم على الهوى، يا ريت الأستاذ وليد يختم لنا بيها لأن أغنية جميلة. وأشوف حضراتكم على خير، كنت معاكم وأشوفكم على خير إن شاء الله رب العالمين، وكل عام وحضراتكم بخير، وتحية مني لكل المصريين في كل مكان، وأشوفك يا بلدي في أحسن مكان.